ينضم معنا من عبر الهاتف عضو الائتلاف الوطني السيد ياسر الفرحات. أهلا بك سيد ياسر. أهلا بكم يا مرحبا. نعم سيد ياسر، هل نستطيع القول إن مخرجات الرياض ذهبت مع الريح في ظل قرار مجلس الأمن الذي لم يشر إلى رحيل الأسد وزمرته؟ نعم قطعا، قرار مجلس الأمن يتجاوز مقررات الرياض ولا يأخذ بها، يبقي الأسد لستة أشهر في مرحلة انتقالية ولا يمنع ترشيحه بعد ذلك بعد 18 شهر ابتداء من نهاية هذه المرحلة الانتقالية. كذلك لا يحدد أمنا أو زمنا أو جدولا للتفاوض، يحدد فقط نقطة بدايتها ولا يقر بتاريخ انتهائها، ما يترك وجوده قائما ومن دون أي قرار ينهي هذه المعاناة التي يعيشها الشعب السوري. يعني هل يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في الظروف الحالية وباعتبار أن القرار جاء على البند السادس للسابع؟ هذا الموضوع جدا خطير. يعني القرار يشير في طياته إلى كفالة استقرارية المؤسسات الحكومية، في إشارة للجيش وأجهزة الأمن، ومن دون نص على إصلاحها أو إعادة هيكلتها. وهذا الموضوع طبعا أنت تعرف يبقي الباب مفتوحا لمزيد من التصنيف وفق القرار لمجموعات أخرى لوضعها على قوائم الإرهاب، ويفتح أيضا المجال وفي ظل ما هو معتاد عليه من احتيال للنظام ولروسيا وإيران بضرب مجموعات غير إرهابية من فصائل الجيش الحر والفصائل الأخرى ومن المدنيين بحجة الإرهاب. وبالتالي يعني هذا القرار يعني غير مقبول ولن يجد مناخا لتطبيقه بالشكل الذي يحقق تطلعات الشعب السوري. القرار يعني لم يأتي بجديد فيما يتعلق بحماية المدنيين أكثر مما ورد في نقاط كوفي عنان الستة في شهر نيسان 2012، ضمنت بقرار دولي 2042 و2043 ولم ينفذ منها شيء إطلاقا، ما زالت البراميل تنهال على الشعب السوري، على المدنيين، على الرجال والأطفال والشيوخ والنساء والممتلكات، تدمر وتقتل وتهجر. نعم طيب سيد ياسر، ما رأيكم بالموقف الإيراني من القرار، ولا سيما أن نائب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان قال إن إيران ستواصل دعم الحكومة السورية؟ يعني هذا معتاد، الوقاحة التي تقوم بها إيران وروسيا منذ بداية الثورة بدعم النظام واضحة وتختلف عن المواقف المترددة والمتخاذلة لمن يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري. يعني هذا لم يتغير، هذا ليس بجديد، النظام مطمئن، روسيا وإيران سعيدة بنتائج هذا القرار، وهو بالأساس قرار روسي. يعني روسيا ودول أصدقاء الشعب السوري، أمريكا ودول أصدقاء الشعب السوري جاءت إلى المكان الذي كانت تطرحه روسيا منذ بداية الأزمة، حتى موضوع يعني بيان جنيف قد أضيف إلى هيئة الحكم الانتقالي كلمة جامعة، وهي أقرب في منظوري أنا إلى ما كانوا يطالبون به من تشكيل حكومة وحدة وطنية. طيب باعتبار أن هناك ردة فعل من قبل الائتلاف الوطني السوري على قرار مجلس الأمن، هل من شأن ذلك أن يؤثر لربما في الأيام المقبلة على عملية التفاوض مع النظام؟ القرار ينص على مشاركة مجموعات أو الأخذ بعين الاعتبار بمرجعيات مؤتمرات القاهرة وموسكو، المرجعية النظرية التي تختلف وتتناقض بشكل كامل مع مؤتمر الرياض، وأيضا يدخل في التمثيل الوفد المعارض ما يفهم من مضمون القرار الممثلين عن القاهرة وموسكو، وهي معارضات قريبة من النظام كما تعلم. وبالتالي سيجعل عملية الدخول في هذه المفاوضات عملية صعبة ومعقدة، وفد النظام إن كان ذلك كذلك وفق هذا القرار سيكون ضعيفا وغير متماسك ومختلف فيما بينه. كذلك القرار لم ينص إطلاقا على خروج القوات الأجنبية الروسية والإيرانية والميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية وغيرها، وهذا أيضا يبقي حالة الصراع قائمة ويضع سوريا تحت النفوذ الروسي من جديد. نعم السيد ياسر الفرحان عضو الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه التفاصيل حول قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.